مشاهدينا الكرام السلام عليكم، مرحبا بكم في التقرير اللي كنعدو لكم من هنا من امام الشاطئ ديال مدينه الصويره، مدينه موكادور اللي معروفه يعني بالسحر وبالجمال ديالها. اليوم جينا ليها باش نقربوكم اكثر يعني من الجمال ديالها، خصوصا انها معروفه مدينه سياحيه، معروفه بمهرجان قناوه يعني اللي كيتنظم في كل شهر 6 يعني في كل عام، قبله ديال عدد ديال السياح. مدينه رائعه ورائعه للغايه، وبخصوص يعني هذه المنطقه هذه البحر ديالها اللي كيتمارس به يعني مجموعه ديال الانشطه بخصوص رياضه السيرف. مشاهدينا الكرام اكيد اننا غنخليكم مع الجمال ديال هذه المدينه، بقاو معنا مشاهدينا الكرام. مدينه الصويره او موكادور كما كانت تسمى قديما، يرجع اصل المدينه الى عصور قديمه جدا، حيث تميزت بموقعها التجاري الذي خولها لعب ادوار مهمه في اقتصاد الدول التي تعاقبت عليها. تتميز مدينه الصويره بشاطئها الجميل الذي يعد قبلة لممارسي رياضة ركوب الأمواج، وكذا من يريد الاستجمام والاستمتاع بوقته. معنا مشاهدينا الكرام عبد المطلب، أحد ممارسين يعني ديال رياضة السيرف، اللي غيتحدثنا على هذه الرياضة هذه اللي كتزاول بشكل كبير هنا بشاطئ ديال مدينة الصويرة. عبد المطلب، شنو كيعجبك في هذه الرياضة؟ الرياضة هذه كنمارسها منذ الصغار حيت كتعجبني، حيت كنرتاح فيها مزيان. دابا البرد كيتمارسوا دوك تاع الشراع، ودابا حنايا حيت كاينه كونديسيون زوينه حنا كنلعبوا دابا حنايا، هنا كاين الموجه زوينه كنلعبوا دابا عامين. مازال ما بغيت نضمو كومبيتيسيون، حنا الكلوب ديالنا ريسير فراولها مينا نضمو كومبيتيسيون، كنصحهم باش يتقيدوا فيها حيت الرياضه زوينه وجميله وكتعتمد على القوانين واخلاق فيها. هذا ما عندي ما نقول. احنا كنديروا هادشي اللي ماتور تورستيك بالعودة، عندنا الجمال كنديروا هادشي على البحر، كنمشيو نشوفوا داك برج البارود اللي كاين هنايا على البحر، كاين تما ليدين جبل الرمل، كاين دار السلطان معدومة، كاين الغابة، كاين الواد، كيكونوا الطيور داك لي فلامينغو، كاين لي مواد داكشي كيمشيو تما كيعوموا مع الصباح داكشي، ولكن الناس كيجيو السياحة من الخارج، السياحة الداخلية، السياحة الأوروبية، كنتعاملوا مع الناس كلشي هنا في الصويرة. والناس يعجبهم هذه المدينه هذه بالكارم ديالها والناس الشعبيه تاعها الحمد لله. من بين مميزات شاطئ الصويره انشطه ركوب الاحصنه والجمال والتنزه من على صهوتها، هذه الخدمات يقدمها تله من الشباب الذين يسخرون الاحصنه والجمال في خدمه زوار شاطئ المدينه، وذلك كما اكدوا لنا في تصريحاتهم تشجيعا للقطاع السياحي في المدينه. مدينه الصويره تجذب إليها أنظار السياح من كل مكان، هؤلاء يعبرون دوما عن إعجابهم الكبير بهدوء المدينة وامتنانهم لكرم ضيافة أهلها وعشقهم لجودة خدماتها، ومنهم السيد بن سائح بريطاني الذي أتى رفقة أبنائه وعبر لنا عن إعجابه الشديد بمدينة الصويرة أو موكادور. La vie tranquille, la vie presque de la nature. Si le vent est fort, toutes les personnes connaissent. Ouais, à la grande ville, en Angleterre, avec le vent, pas de couvert, tu peux tomber pour le chauffage, c'est facile. Ici, c'est le contact avec la nature que j'adore. Les fruits, les végétables sont simples, c'est accessible. Nous adorons passer ton marché. Et les personnes dans le magasin, gentilles avec les enfants, toutes les personnes intéressantes, disent bonjour, caressent les enfants, les cheveux blonds, et tranquilles avec des personnes à côté de nous. Et j'ai le bon ami ici, ma petite fille, notre fille, ma garçon là, la plage c'est propre, l'eau c'est bien, on fait du surf ici, c'est un bon intérêt pour nous. I really like it. It's very fun, it's amazing. They seem very different. They have different culture. But they seem very nice, kind. We thank you and we thank Asuera for giving us this experience. I'm strict vegetarian and I've been able to find good food. But even in England, it can be a fuss and a hassle. And here we've had people explain everything to us nicely. And so we'd really like to tell everyone in England that this is a nice place to come, feel safe, and we've just really enjoyed our time here. Alors, je vous en prie. إذا مشاهدينا الكرام سيفين تحدث لنا يعني على كيفاش أن هذه المدينة سحرات يعني بالجمال ديالها، وركز على واحد المسألة مهمة جدا ومجموعة مسائل، يعني مسألة الهدوء التام اللي كتعرفوا مدينة الصويرة،
والطيبوبه والكرم ديال الناس ديالها. تحدثينا على انه كيف ان كيف كيمر يعني من شي منطقه وكيقوموا الناس يعني بترحيب به، كيقوموا ايضا يعني بتمرير ايديهم يعني على الابناء ديالو، كيتحدثوا ليه يعني كيتحدثوا معاه بطريقه جميله، يعني ناس كرماء، ناس طيبين جدا، ناس ديال مدينه الصويره. الابنه ديالو تحدث لنا ايضا، قالت انها مدينه رائعه يعني جدا، قالت بانها تسحرات بالجمال ديال هذه المدينه، تمنت انها ترجع مره اخرى لهذه المدينه، وقالت انها الاكله اللي كتعجبها بزاف هي اكله السمك في مدينه الصويره. مشاهدينا الكرام، الى هنا غنكونوا وصلنا لنهايه التقرير اللي عدينا لكم على مدينه الصويره، وغنقول لكم تهراو فريوسكم، تهلاو فريوسكم بزاف بزاف بزاف، لانه ان شاء الله التقارير ديالنا مازال متواصله على قناتكم قناه الحقيقه.